اخترنا موضوع الدرس الافتتاحي لهذه السنة حول دور الإعلام في ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان، أولا نظرا لراهنية الموضوع، وكذلك لأن الشخص المحاضر هو شخصية تلم بالموضوع بكل جوانبه، خاصة وأن السيد محمد أجار قد راكم تجربة هامة كصحفي وكحقوقي وكوزير للعدل إضافة إلى دبلوماسي. وأعتقد أن هذا الموضوع يشغل الرأي العام الوطني، خاصة وأن كثير من المستجدات تدور حول العلاقة بين الإعلام والعدالة وحقوق الإنسان. مشروع إصلاح المنظومة القضائية في بلادنا مشروع تاريخي يرعاه جلالة الملك، وركمنا فيه كثيرا من الإنجازات. حقوق الإنسان لبلادنا في هذا القطاع مكاسب هامة. اليوم تواجهنا أسئلة وتواجه شبابنا أسئلة، وفي النقاش اليوم لنتطرح مع طلبة هذه المؤسسة الكبيرة حول إسهامات التواصل في ترسيخ العدالة وحقوق الإنسان. هل نجح التواصل السياسي في الترويج لقيم العدالة لمفاهيم حقوق الإنسان؟ هل ساهم في خلق نقاشات وطنية؟ أولا أحيي مدير المعهد السي العلامي على وجود هذا التخصص اللي هو التواصل السياسي، وللأسف المغرب عنده عجز كبير في التواصل السياسي. المغرب إذا نحن بحاجة ماسة لكي يواصل المعهد ويقوي هذا النوع من التخصصات.